لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم فيما فقد العشرات في حديث غرق مركب يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين جنوب جزيرة لامبيدوزا وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا. كما ذكرت البحرية الإيطالية أنها تمكنت من إنقاذ ما يقرب من 240 مهاجرا كانوا على متن المركب الذي كان يكتظ بنحو 400 من المتسللين على بعد 100 ميل جنوب الجزيرة الواقعة قبالة السواحل الليبية. فيدريكا موغرين وزيرة الخارجية الإيطالية تحدثت عن المسؤولية الأوروبية لتجنب المزيد من القتلى في المياه الأوروبية، وقالت الآن نبحث عن أدوات لإدارة هذه المأساة، أمل أن الإجابات سوف تصل في وقت مبكر من المجلس الأوروبي. يأتي ذلك غدا إعلان وزارة الداخلية الليبية لحد أن القوات البحرية الليبية تمكنت من إنقاذ 51 مهاجرا غير شرعي وانتشرت حوالي 32 جثة من البحر بعد غرق قاربهما الذي كان على متنه ما يقرب من 130 شخصا قبالة السواحل الليبية.